الارميني، هذا هو ميخيتاريان، يعني كبير هدافي المنتخب الارميني ب 12 هدف، لكن اكثر من مثل المنتخب الارميني يبقى طبعا سيرجيو اوسبريان. كان هنا كره ومحاوله مرتده خطيره في المرمى، ارمينيا تسجل، ارمينيا باول الاهداف في هذه المباراة 1-0 اذا لمصلحة المنتخب الارميني، 1-0 في الدقيقة 37. شوف الكرة المرتدة اللي كانت ايضا من وسط الملعب، كان فيها تمريرة خذها، وبالتالي التسديدة اللي مرت بالتالي طبعا من حارس المرمى خالد عيسى، ليكون ليفون هايرباتيان هو من يسجل اول الاهداف، اول الاهداف لمصلحة المنتخب الارميني. 1-0 1-0. على فكرة هذا الهدف يعني تاريخيا يحمل الرقم 100 لمصلحة منتخبنا الوطني. يتقدم كل من العنزي وكذلك اسماعيل، عالية من عمر في المرمى، الله اسماعيل يعود بأبيضنا، يعود بالإمارات إلى المباراة. 1-1 أصبحت النتيجة بهدف راسي جميل، هدف حلو من ضربة ركنية من كرة ثابتة. شوف اللقطة، شوف الله 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 على هذا الارتقاء، على هذه الراسية، على هذا الهدف. التعادل السريع يأتي، منتخبنا الوطني يعود سريعا إلى نتيجة المباراة. أيضا يتصدى للكرة وللمحاولة الماضية، وبالتالي يعني شوف كانت اللقطة، والآن تأتي المرتدة، تأتي المرتدة خطيرة، خطيرة في المرمى، مرتدة وهدف لميخيتاريان. 3 أهداف في غضون دقائق معدودة فقط، لكن شوف أيضا المرتدات والدفاعات، البطء نوعا ما والتأخر، ولذلك شوف ترك المساحة الفاضية والخالية لكي يتقدم من خلالها ميخيتاريان ويسجل بالتالي 2 أهداف المنتخب الأرميني. تصبح النتيجة الآن 2-1، النتيجة تصبح الآن 2-1، هدف سريع ورد سريع يأتي من المنتخب الأرميني بعد التعادل اللي سجلناه عن طريق إسماعيل أحمد. النتيجة هي الآن 2-1، 2-1 هي النتيجة الآن. أيضا مقطوعة بتتخلص فيها تمريرة من هامبرت، زيميان لحبيب الفردان، فردان يلعب كرة هنا، مبخوت مبخوت عرض، يوه مبخوت يلعبها أمام المرمى، الله عموري 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 يفعلها ويسجل ويعادل لمنتخب الامارات، يعادل للمنتخب الوطني. شوف اللقطه، شوف الكره، شوف الانسجام، شوف يعني المحاوله الصح، هذا هو مبخوت اللي مر واللي فار واللي سددها عمر. يا عيني يا عيني يا عيني، اوه اكله وشربها هو في اللقطه الماضيه، وعموري مباشره في المرمى ليسجل بالتالي هدف التعديل، هدف يسجل من خلال ثاني الاهداف ليتعادل بالتالي ابيض الامارات. اذا عمر يسجل الثاني، عمر يسجل الثاني، النتيجه 2-2، النتيجه 2-2. عادت الامور الى نصابها من جديد، تكتيكي وفني جميل، هنا محاولة، يا سلام التمرير، الكرة ما زالت في حوزته لكن بتتخلص من البديل توران، توران يمرر في الجانب الايمن، انطلاقة ارمينية عن طريق اراس هايرابيتيان، هنا اراس، اراس مررها للامام وداها خطير، الله ميخيتاريان بشكل حلو وبطريقة كان من الممكن ان يتم فيها ابعاد الكرة، لكن ميخيتاريان حقيقة بشكل رائع. شوف التمريرة، شوف البداية واللقطة التي وصلت، شوف مر من المدافع من اوه، هنا كان ممكن ان يتم التدخل يعني في الوقت المناسب، لكن الكرة الماضية مرت من الكل وعدت على الكل، على مهند وعلى ايضا وليد وعلى خالد، وبالتالي الكرة في المرمى عن طريق ميخيتاريان اللي يسجل بالتالي الهدف الثالث.
بعد ما سجل الهدف الثاني هو اليوم في سباق ايضا وصراع شخصي ميخيتاريان، على اعتبار بانه هو اللاعب الاكثر تسجيل، يعني عنده 12 هدف قبل المباراة، اصبح في رصيد كاكثر من سجل. عموما هو ينضم الى تشكيلة المنتخب الارميني، محاولة ميخيتاريان يلعبها الان الى بوعكس من جديد، كرة ما زالت حاضرة وموجودة، اراس يحاول، يمتلك قدم يسرى، يمتلك ايضا مهارة حلوة هذا اللاعب، وبالتالي هنا تمريرة ومحاولة وتسديد الى خارج الملعب. التسديدة اللي مرت واللي عدت اصطدت ايضا في مهند العنزي، وبالتالي تتحول خارج الملعب. هنا روميان هوبيزيفيان، هذا وكان اسمه فرنسي للمقطع هوبيزيفيان، لكن ميخيتاريان يختار لنفسه طريق المجد مع منتخب ارمينيا بان يكون الهداف الاول. كورة بتجاه المرمى، في المرمى الرابع بنفس طريقة اسماعيل يسجل الان منتخب ارمينيا. صارت 4-2 يعني هي مسألة التمركز، مسألة الرقابة، مسألة التواجد في المكان الصحيح. شوف يعني سانتو مع محمد احمد مع مهند، الكرة الماضية ولا لاعب كان ايضا مراقب لاعب الفريق المنافس، وبالتالي الهدف الرابع يأتي وما كان في لاعب ايضا موجود على القائم، اللي طبعا من ضمنها تتواجد هذه كرة في المرمى. يا سلام، سجلها مهند العنزي على طريقة اسماعيل احمد في الشوط الاول من ضربة ركنية. لكن يا جماعة ايضا يعني سلاح جديد الركنيات، الكرات الثابتة والتألق قلبي الدفاع، ان كان مهند وان كان اسماعيل بهكذا طريقة ومن الركنيات، اذا يأتي ثالث اهداف الامارات من ضربة ركنية وعن طريق مهند العنزي. 4-3 اصبحت النتيجة الان، 4-3، 7 اهداف كاملة في مباراة مفتوحة على مصر. يا سلام، ممكن التعادل، ليش لا؟ 5 دقائق كافية